بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتجدد لقاؤنا وإياكم في هذه الندوات الدورية المعدة لعموم المسلمين وللشباب على وجه الخصوص. في ليلتنا هذه يتمحور لقاؤنا حول موضوع عالمية الرسالة لهذا الدين العظيم، دين الإسلام. ونستقبل في هذه المرة إن شاء الله تعالى ضيفين كريمين عزيزين حبيبين، أولهما فضيلة الشيخ القارئ الشاب الزبير الغوزي حفظه الله ونفع به. والزبير الغوزي لمن يعني اللي كان شيباني في حالي، أنا قد أدرك الزبير الغوزي سنة 2013 وهو يرتل القرآن أمام لجنة من خيار علماء القرآن الكريم في باب التجويد والترتيل في مسابقة تيجان النور التي كانت تقدمها إحدى القنوات العربية، ربما قناة الجزيرة للأطفال على ما أذكر. لكن هذا البرنامج حق أن يقدم من طرف قناة مخصصة للرجال لا للأطفال، وفاز به الزبير الغوزي حفظه الله بجائزة أحسن قارئ، نفعه الله ونفع به، وهو الحاصل أيضا على جائزة محمد السادس للوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع به. وأستاذنا المحاضر الذي نتشرف في هذه الليلة باستضافته، وأستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الأستاذ سيدي مصطفى الهلالي حفظه الله ونفعه ونفع به. سيدي مصطفى الهلالي يعني معروف بأنشطته الدعوية في مجموعة من المراكز ومجموعة من الأندية، لكن ما قد لا يعرفه كثير من الناس أنه باحث في سلك الدكتوراه بجامعة بن زور، وهو حاصل على الماجستير في شعبة الدراسات الإسلامية، وهو أستاذ مدرس لمادة التربية الإسلامية بإحدى الثانويات التأهيلية بمنطقة سوس العالمة. وهذا ليس بغريب على منطقة سوس العالمة، تجود علينا بمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بتحمل هذه المسؤولية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا كان عبارة عن تقديم مقتضب يسير حتى لا نطيل عليكم، ولأننا نعلم أن ضيوفنا لا يحبون الإكثار في قضية التقديم والعناوين وكذا، فلذلك نحن لم نسهب وإنما اخترنا من البستان بضعة أزهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا كما جرت العادة في هذه المجالس، أن نفتتح بخير ما يفتتح به، آيات بينات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يتلوها على مسامعنا القارئ الشاب فضيلة الشيخ سيدي الزبير الغوزي، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
فأولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. فتح الله لك فضيلة الشيخ، حياكم الله وتقبل الله منكم هذه التلاوة النبية وجعلها الله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فلعلنا ندلف مباشرة إلى موضوع المداخلة. أستاذي الفاضل سيدي مصطفى الهلالي، مرحبا بكم، مرحبا بنا عندكم، جزاكم الله خيرا. أخي فضيلة الشيخ ياسين، سعيد بالتواصل معكم والحضور معكم في هذه السلسلة الشهرية المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. آمين آمين، وحياكم وبياكم، بارك الله فيك سيدي مصطفى. طيب، فيما يتعلق يعني لعل نحن نجتهد قدر الإمكان في هذه السلسلة أن نضع عددا من المواضيع، نتطرق لعدد من المواضيع التي يعني تكون في صلب اهتمامات الشباب. من بين هذه المواضيع القضية ديال هل الإسلام يعني كدين لما أنزله الله سبحانه وتعالى وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. ويعني من الناس من قد يقول يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يعني نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيقول يعني أنتم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، لماذا كل هذا الاهتمام بتبليغ رسالة الإسلام؟ لا، خصنا نوصل الإسلام للناس أجمعين من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، في ما كان شي واحد علينا نوصل إليه الإسلام ونجتهد في أن يسلم الناس وكذا، إذا كان بلسان عربي مبين. ألا يفهم من هذا أن الإسلام هو حصر وقصر على العربي فقط؟ يعني لماذا أنتم تهتمون بجعل هذا الإسلام يصل لكل الناس؟ فيعني هذه المسألة، هذه المعادلة، لو استطعنا أن نوازنها ونفهمها بشكل صحيح. تفضلوا أستاذ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سعيد بالتواصل مع فضيلة الشيخ ياسين العمري وبالتواصل مع محبيه ومتابعيه على صفحته الرسمية، وسعيد أكثر لأن موضوع اللقاء له ارتباط بخاصية من خصائص الشريعة الإسلامية، وقد شرفنا الله تبارك وتعالى وهيأنا للكلام عليها وأكرمنا باجتماع جمع طيب من الناس الذين يصغون إلينا بأسماعهم ويرمقوننا بأبصارهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن ينفعنا بما نقول وبما يسمع إخواننا وأخواتنا الذين يحضرون معنا في هذا اللقاء. الدافع إلى الاجتهاد في نشر دين الإسلام والمحرك الأساس الذي جعل الدعاة والمصلحين يجتهدون في تبليغ رسالة رب العالمين هو يقينهم بعالمية هذه الرسالة. فهذه الرسالة خصها الله
بصفة العالمية بخلاف الرسائل السابقة، فإنها كانت لأقوام معينين ولأزمنة محدودة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله برسالة عامة من حيث المخاطبين بها، وعامة من حيث زمانها ومكانها، فهي رسالة للإنسان من حيث هو إنسان، تكريما له وإرشادا له وتوجيها، وتحريرا له من الخضوع لسلطان النزوات والشهوات، والخضوع لعبادة البشر والتيه والضلال في الأفكار والمعتقدات والخرافات. يقول ربنا جل في علاه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، فهذا اللفظ عام يشمل العرب والعجم، يشمل الأحمر والأسود، فالناس كلهم ملزمون بالإيمان بهذه الرسالة وتصديقها وامتثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما خصه الله به أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. ومن الأدلة كذلك على عالمية هذه الشريعة قول ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسولنا ونبينا وحبيبنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، من آمن به وصدقه نالته هذه الرحمة في الدنيا والآخرة. فسنته سفينة نوح، من ركب فيها نجا من الأهواء والفتن والشهوات والشبهات في الدنيا، ونجا في الآخرة على الصراط وعند الميزان وفي عرصات القيامة. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نال حظه من الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن جحد نبوته ورسالته تناله هذه الرحمة في الدنيا بعدم تعجيل العقوبة له، كما وقع للأمم السابقة التي عجل الله لها العذاب والخسف والقذف والمسخ. فهو رحمة للمسلمين ولغير المسلمين، وما كان الله ليعذب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ودعوته قائمة والعلماء يحملون مشعلها ويدعون الناس إلى هذا الدين العظيم. وفي صحيح مسلم قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو على المشركين. يطلبه أن يدعو على المشركين على صناديد قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. فمقام النبوة مقام تقريب للعباد ودعوتهم وحرص عليهم ورحمة بهم، مقام تأليف القلوب والرفق في الدعوة، وهذا يتنافى مع اللعن والدعاء على الناس بطردهم من رحمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الناس: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا الأصل القطعي وهذه الخاصية المعلومة من الدين بالضرورة هي التي تدفع الدعاة والمصلحين لحمل هم تبليغ الإسلام للعرب والعجم، لإنقاذ البشرية مما تتخبط فيه على مستوى الأخلاق وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الأفكار والتيارات التي حيرت الناس. ولو وفقنا لتبليغ هذه الرسالة وبيان وسطيتها وسماحتها
وملائمتها لكل الأزمنة والأمكنة لكان في ذلك خيرا كثيرا. أما ما تفضلتم به أخي الفاضل من قضية نزول القرآن الكريم بلغة العرب، وبذلك قد يفهم بعض الناس أن الدعوة موجهة إليهم فقط، فالأصل أن الله عز وجل ينزل رسائله بلغات الأنبياء المرسلين وبلغات أقوامهم، كما أنزل الله التوراة بالعبرية، وأنزل الإنجيل بالسريانية، وأنزل غيرها من الكتب بلغات الأنبياء وبلغات المخاطبين. أنزل الله عز وجل القرآن العظيم بلغة العرب لأنهم المخاطبون بالرسالة ابتداء، بدأت في محيطهم وانطلقت من جزيرتهم إلى أرجاء المعمور. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولو نظرنا إلى هذه الآية لوجدنا أن لفظ اللسان ورد بصيغة المفرد المضاف للقوم، فهو اسم جنس، فالمراد وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه، وليس المقصود الألسنة، وإنما المقصود اللغة التي تعارف عليها هؤلاء القوم الذين بعث إليهم رسولهم ونبيهم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. فإذا اتفقنا على هذا الأصل فإننا ندرك الغاية والحكمة من نزول القرآن الكريم باللغة العربية، فقد نزلت الكتب السماوية السابقة بلغات الأقوام ولغات الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف العرب نسبا ومكانة، وكانت دعوته ابتداء من جزيرة العرب، ناسب ذلك أن يكون القرآن الكريم باللغة العربية. ولا يمنع هذا أن يخاطب غير العرب بهذه الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسائله إلى ملوك زمانه، إلى كسرى وإلى عظيم الروم وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى غيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، وأمر صحابته أن يتعلموا لغات الناس، وأرسل الرسل إلى اليمن وإلى غيرها من بلدان العالم، والمسلمون مطالبون بترجمة معاني هذا القرآن وتعلم اللغات لإقامة الحجة على العباد. فالإسلام لازم لكل من بلغته ترجمة معانيه، ولكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الأصل أن الرسالات السماوية لا بد أن تكون بلغة واحدة. لا يعلم أن رسالة من الرسالات السابقة نزلت بلغات متعددة. الأصل أن الرسالة تكون بلغة واحدة، تكون هي الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف والتنازع في ترجمة المعاني. والأنبياء السابقون بعثوا إلى أقوامهم فقط، فلم يكن هذا الإشكال مطروحا. أما نبينا فدعوته دعوة عالمية، وقد آمن به صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وأبا بكر القرشي، وبلغت الدعوة في زمن الصحابة إلى بلاد الصين وإلى بلاد روما، ووصلت في زمن التابعين إلى بلاد الأندلس. والإسلام اليوم في زماننا في القارات الخمس، والقرآن الكريم ولله الحمد ترجمت معانيه إلى جميع اللغات، وترجمت كتب الحديث، وأسست إذاعات وقنوات، ودخل الناس في دين الله أفواجا رغم عدم إلمامه بالعربية، لكن اقتنعوا بمضمون الرسالة. فالعبرة بمضمون الرسالة لا بلغتها. فهذه الرسالة تخاطب العقول، تخاطب القلوب، رسالة تقوم على العدل بين الناس، رسالة تقوم على السلم، رسالة تقوم على الرحمة، رسالة تقوم على التوحيد، رسالة تقوم على إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم،
فلا شك أن هذه القيم يحتاجها العالم في مشارق الأرض ومغاربها. وما يعانيه العالم اليوم من انحرافات سببه هو البعد عن القيم التي جاءت بها الرسالات السماوية. كذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل القرآن باللغة العربية لما لهذه اللغة من خصائص. هذه اللغة لها خصائص ومميزات في سلاسة أسلوبها وغزارة كلماتها وتعدد مرادفاتها واتساع معانيها بين الحقيقة والمجاز والكناية والاستعارة والإطناب والإيجاز. فهي لغة حية وهي لغة يعني اعتنى بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وألف المستشرقون في اللغة العربية وألف العجم في اللغة العربية كما سيأتي معنا في المحور الأخير في عناية الأمازيغ باللغة العربية وترجمتهم لمعانيها وتأليفهم لمنظومات بهذه اللغة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه لغة تتميز بغزارتها وتتميز بتعدد أساليبها وتتميز بخصائها الصوتية، وهذا شهد به غير العرب، وهو أمر معلوم يعني لا يجادل فيه إلا مكابر أو معاند. وصدق ربي إذ يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. كذلك لو جعل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بغير لغة العرب لاعترض المشركون على ذلك وقالوا: كيف ينزل الله قرآنا أعجميا على رسول عربي؟ ولو أنزله الله تبارك وتعالى باللغة العربية لاعترض الآخرون. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يذعن للحق بأي لغة كان، فالعبرة بمضمون الرسالة وما اشتملت عليه من تشريعات لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل والأعراض. قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه أستاذي الفاضل ياسين بعض المعالم المتعلقة بالحكمة من نزول القرآن الكريم بلغة العرب، ومنها كما أشرت إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى اختار هذه اللغة لما اتصفت به من صفات، ولأن الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولأن المخاطبين بها ابتداء عرب انطلقت من محيطهم وعمت أرجاء الكون، ولأن الرسالة لابد أن تكون لها لغة أصلية يرجع إليها عند التنازع في ترجمة معانيها. وأشرنا إلى أن الأنبياء الذين سبقوا أنزلت عليهم الكتب بلغاتهم ولغات أقوامهم، وهذه الرسالة اقتضى حكم الله تبارك وتعالى أن تكون خاتم الرسالات وخاتم الرسالات وأن تكون للعالمين أجمعين. واختار الله تبارك وتعالى هذه اللغة تشريفاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام من العرب، وقد اعتنى بها العرب والعجم ودخل الجميع في دين الله عز وجل، والإسلام ولله الحمد يعني قد وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، والله أعلم. بارك الله فيك أستاذ مصطفى، حفظك الله ونفعك ونفع بك، كفيت ووفيت، الله يجزيك بخير. والله لا أدري واش الشيخ القارئ السي الزبير غوزي لازال معنا، فلعله يشنف مسامعنا بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى. لكما سبق الاتفاق على هذا في أول مجلس، قلنا أن يكون دائما مجلسنا محفوفا بكلام الله سبحانه وتعالى، فنفتتح به ونتوسط به ونختم به، أن الغرض عندنا في هذه المجالس كلها كما نذكر دائما أن يرتبط الناس بكلام رب الناس سبحانه وتعالى، يعني كل هذا الخير إنما هو لإرجاعنا ودلالتنا على القرآن الكريم، فيكون افتتاحنا بالقرآن وفسحتنا بالقرآن وختامنا إن شاء الله تعالى بالقرآن. سيدي الزبير تكرمنا بما أكرمك الله به، الله يفتح لي. مستعدين أمس إن شاء الله. الله يفتح لي. الله ينورك. تبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أكرمك الله شيخ زبير، نفع الله بك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أستاذي مصطفى حفظك الله ورعاك وبارك فيك، القضية عالمية رسالة الإسلام، فما دمنا نتكلم ونتحدث عن الإسلام على اعتبار أنه دين عالمي وأنه خاتمة الرسالات وأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا، يعني هل هذا الدين هل هو دين واحد للجميع؟ أم يعني لأن صرنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة هذه المنادات ب إن صح التعبير ما مع الله لا أدري حتى التسمية التي أعطيها، يعني نوع تصنيفات للإسلام، يعني منهم من يقول نريد إسلاما فرنسيا، هو إسلام فرنسي لكن
قانون الجمهوريه الفرنسيه يمشي فوقه. ومنهم من يقول لك اودي لا، هذا الاسلام هذا خليه غير لشي وحدين، احنا بارك عندنا الصبغه الامازيغيه التي وجدنا عليها اباءنا، وما على بالناش احنا كاع من هذا الاسلام هذا، يكونوا انتم العرب جبتوا لنا من هذا الشيء، هذا الشيء ما انزل الله به من سلطان، احنا عندنا الاسلام ديالنا احنا الامازيغ. شويه كاين اللي كيقول لك اودي لا، راه كاين الاسلام ديال مثلا احنا الاسلام ديالنا اسلام الامريكان، احنا بغينا واحد الاسلام اللي زوين مقاد مصوب منقوش وما يبرزش لينا التامريكاني ديالنا الى اخره ثم نمضي. واش هذا الاسلام يعني هذا العالم هذه الرساله واش بحال هكذا حتى يكيف كل منا اسلامه على هواه، ولا فعلا الاسلام لا راه هو رساله واحده ويدخل فيها الناس محافظين على اصل هويتهم ويدوبون في صبغه الاسلام. هذه القضيه هذه الله يفتح عليك لما نورنا، الله يزيدك نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسيدي ياسين العمري على هذا الطرح. حقيقة نحن في زمن الشبهات ونحتاج إلى ربط الناس بالعلم الصحيح وإلى تصحيح المفاهيم وضبط المصطلحات. الإسلام جاء لتصحيح عقائد الناس وجاء لإرساء قيم العدل والأخلاق وجاء لإتمام الرسالات السابقة. فالأنبياء دينهم واحد، والأنبياء كلهم جاءوا ليجيبوا على الأسئلة التي حيرت الناس، الأسئلة التي لها علاقة بالأصل، أصل الكون والغاية من الوجود ومصير الناس بعد الموت. والأنبياء كلهم جاءوا لدعوة الناس لعبادة الله عز وجل وتوحيده. فالقصد أن الإسلام جاء لتنظيف القلوب من الأحقاد والكبر وتنظيف العقائد من الشركيات والعبادات والخرافات. أما فيما يتعلق بالثقافات والعادات وأعراف الناس وهوياتهم ولغاتهم فإن الإسلام لا يصطدم مع هذه الأمور، فالناس يجب عليهم أن يتعلموا من اللغة العربية ما يقيمون به صلاتهم، ولا يلزم يعني أن يتضلعوا في علوم البلاغة والنحو وغيرها من علوم العربية، هذا لا يكلف به جميع الناس. والأصل عندنا في شريعة الإسلام الأصل في العادات والأعراف والتقاليد، الأصل فيه الإباحة. ومن قواعد الفقه الإسلامي قاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة كبرى تتفرع منها قواعد كثيرة. ومن تطبيقات هذه القاعدة، هذه القاعدة لها تطبيقات، منها أن النصوص الشرعية العامة والمطلقة تخصص بالعادة في الفقه الإسلامي، وهذا يعني أمر عجيب جدا. الإسلام أعطى للعادة يعني وزن، أنها تخصص النص العام وتقيد المطلق مراعاة لأحوال الناس ولأعرافهم في لباسهم، في أعيادهم، في زواجهم، فيما يتعلق بالوصايا، فيما يتعلق بالصداق. يعني تنزيل هذه القاعدة يشمل جميع أبواب الدين. تنزيل هذه القاعدة يدلنا على أن الإسلام لا يمكن، يستحيل أن يتعارض مع أعراف الناس وعاداتهم ما دامت هذه الأعراف سليمة، لا تخالف ثابتا من ثوابت الدين، لا تخالف نصا شرعيا. كذلك من تنزيلة هذه القاعدة أن تحمل الألفاظ الغالبة على ما جرت به العادة. فالعلماء حين تكلموا عن الصداق لم يتحدثوا عن تحديد مقداره، وإنما رجعوا في ذلك للعرف. كذلك الألفاظ المتعلقة بالأيمان والطلاق يرجع في هذا العرف. كذلك الألفاظ المتعلقة بالوقف وله علاقة بالمعاملات المالية يرجع فيها إلى العرف، فلا يشترط في ذلك النطق باللسان العربي، فيثبت الوقف بأي لسان ما دام يفهم منه أن الشخص يقصد يعني الوقفة أو يقصد الوصية أو الهبة أو غيرها.
وبين العلماء أن الأصل في عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم الأصل فيه الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فينبغي لك أيها الأمازيغي أن تعتز بأمازيغيتك، وأن تفتخر بهويتك، وأن تحافظ على عادات أهل بلدك وتقاليدهم. هذا من صميم الدين، ما دامت هذه العادات لا تخالف عقيدة شرعية ثابتة، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والأمازيغ، إذا أردنا أن نتحدث عن الأمازيغ بحكم أني أمازيغي الأصل، وبحكم أن هذا البلد ولله الحمد يعيش فيها الأمازيغ والعرب وغيرهم جنبا إلى جنب، فنحمد الله تبارك وتعالى سديسين على نعمة الإسلام. فهذا الإسلام والذي جمعنا في هذا المجلس، ويتابعنا الناس الآن من مختلف يعني دول العالم، فالإسلام هو الذي وحدنا. الإسلام بعد الأمازيغ بدأ أن يعتنقوا الإسلام، قادوا الجيوش للفتوحات، قادوا جيوشهم للدفاع عن هذا الدين وصد عدوان المعتدين. الأمازيغ فتحوا بلاد الأندلس وضحوا بأرواحهم وأموالهم بعد أن اقتنعوا بهذا الدين، واختلط هذا الدين يعني بشحمهم ولحمهم، وأدركوا فيه النجاة. فهذا الدين دين الصدق والعدل والأمانة، ودين التواضع، ودين الرحمة، ودين المساواة، ودين حق الجار وحق الإبن وحق الأم وحق الراعي وحق الرعية. هذا الدين مفاخره كثيرة وفضائله جسيمة عظيمة. طارق بن زياد هذا السياسي الناجح الذي سمي جبل طارق باسمه، لأنه أول موطن وطئه جيشه حين ذهب لفتح بلاد الأندلس في هذا الفتح العظيم، وهو من أنجح عظماء العالم، كان من الأمازيغ، وهو من وفيات يعني سنة 101 هجرية. ومن أعلام الأمازيغ كذلك العالم الرياضي عباس بن فرناس، عالم من أصول أمازيغية، ولد في بلاد الأندلس، من علماء الرياضيات والفلك والكيمياء، اخترع آلات لرصد النجوم والأفلاك، وله اختراعات في الساعات المائية والطائرات الشراعية، وهو أول من حاول الطيران. هذا من علماء الأمازيغ، وقد أطلقت وكالة نازا اسمه على أحد فوهات القمر العملاقة، اعترافا بجهوده وإسهاماته في خدمة الحضارة الإنسانية. فالإسلام أسهم إسهاما عظيما في خدمة الحضارة الإنسانية بعلمائه، بثقافته، بحكمه، فقد ساد الحكم الإسلامي أرجاء الأرض، من بلاد الصين إلى بلاد البرتغال. الخلافة العثمانية، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، حكم المماليك والدولة الأيوبية، تاريخ هذا لا يمكن أن ينكر. وساد العدل، وكان لأهل الذمة حقوق، وكانت لهم واجبات، والفقهاء اجتهدوا لضبط يعني الأمور الاجتماعية وكيف يتعامل مع الآخر، ما يسمى الآن بالتعايش. هذا كله قد تكلم عنه فقهاؤنا قديما، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل السبق في هذا الباب. كذلك ابن البيطار المتوفى سنة 46 بعد المئة السادسة، من أصول أمازيغية، الطبيب النباتي صاحب المؤلفات في الطب والنباتات ورائد العلاج الكيميائي، هذا من أصول أمازيغية، وكان مسلما وله مؤلفات عديدة ترجمت إلى لغات عديدة، وإمام الأئمة وخليفة المسلمين يوسف بن تاشفين، خليفة المرابطين، الدولة المرابطية التي أنقذ الله بها الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس حين استنجد به ملوك طوائف. الخليفة الذي بنى مدينة مراكش، فهو بانيها ودفن فيها، كذلك من الأمازيغ. ومن أعلام الأمازيغ الذين خادموا اللغة العربية صاحب الأجرومية. صاحب الأجرومية هذا من علماء صنهاجة، صنهاجي الأصل، ولد في فاس، توفي سنة 23 بعد المئة السابعة. له مؤلفات في القراءات والرسم القرآني، ومقدمته في العربية يعني لا يعلم بلد لا تدرس فيه.
هذه المقدمة المباركة كتبها تجاه الكعبة، ودون كلماتها تجاه الكعبة، وقيل إنه رماها في البحر وقال إن كنت مخلصا في تأليفها فإن الناس سيعثرون عليها، ذكر هذا في ترجمته. وقد ترجم له الإمام عبد الله قنو ترجمة نفيسة في كتابه مشاهير أولياء المغرب وعلماء المغرب. ومن أراد أن يعرف أعلام الأمازيغ وعلماء الأمازيغ الذين خدموا الإسلام فليرجع إلى كتاب المعسول لشيخ شيوخنا المختار السوسي، موسوعة فريدة يظهر فيها عناية الأمازيغ بالإسلام. الأمازيغ أحبوا الإسلام حبا شديدا عميقا، فلا يخلو بيت من بيوت الأمازيغ من حافظ للقرآن. أول ما يبدأ به الأمازيغ أن يحفظوا أولادهم كتاب الله، ولا تخلو قرية ولا مدجر من مسجد ومن مدرسة قرآنية، ويكرمون حملة القرآن يعني إكراما منقطع النظير، ويقرأ القرآن في مدارسهم بالليل والنهار. هذه علامات حب الأمازيغ للقرآن وللإسلام، وأن هذا الدين لم يكن ليتعارض مع عادة متقاليدهم، فلا تزال للأمازيغ عاداتهم في اللباس يتميزون بها. تجدهم في أكبر عواصم أوروبا معتزين بهويتهم الأمازيغية في لباسهم، وتجدهم يعتزون بلغتهم ويتواصلون بأمازيغيتهم ومعتزون بصلاتهم. فالأمازيغ هم الذين بنوا المساجد في بلاد أوروبا، في فرنسا وفي بلجيكا وفي إسبانيا، هم من الأوائل طبعا مع إخوانهم، وهم الذين أسسوا متاجر الحلال في اللحوم والمجازر وغيرها. فالأمازيغ أحبوا هذا الدين حب شديد. ومن أراد كذلك أن يرجع إلى أعلام الأمازيغ يرجع إلى كتاب المنار المنيف، المنار المنيف في التعريف بعلماء الريف. وما أدراك ما علماء الريف؟ وأسدهم محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، المجاهد الذي جاهد في الله حق جهاده لتحرير بلده ووطنه. ومن أراد أن يعرف أعلام الأمازيغ يرجع إلى كتاب الحضيقيون الجشتيمي، وإلى كتاب من خلال جزولة، وإلى كتاب المختار السوسي سوس العالمة وهو اسم على مسمى، وإلى فهرسة أبي علي اليوسي، وإلى غيرها من الكتب التي دون فيها الأمازيغ يعني مفاخرهم ويعني إنجازاتهم التي خدموا بها دين الإسلام. ومن أواخرها كتاب طبع في مجلدين، المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة، وهي منطقة في ضواحي الصويرة يعني معروفة بعلم القراءات منذ القديم، فيها من يحفظ قراءة السبع والقراءة العشر في أماكن لا يخطر ببالك أن يعيش فيها بشر، في أعماق الجبال، في جبال سوس وفي جبال ضرعة وفي جبال صنهاجة، الناس يخدمون الدين ويقرؤون ويحفظون ويعتزون بإسلامهم. والأمازيغ اهتموا بدين الإسلام، والدليل على ذلك أنهم ترجموا كثيرا من المصادر إلى اللغة الأمازيغية واحتفظوا بالحرف العربي. لا يعلم أن عالما من علماء الأمازيغ كتب حرفا واحدا بهذا الحرف المسمى بتيفينار. كل من كتب في العلوم الشرعية كتب بالعربية وترجم من العربية إلى الأمازيغية، لكنه احتفظ بالحرف العربي، وليس هذا عبثا، لأنهم يدركون أن هذه اللغة محفوظة بحفظ القرآن، وأنها مرتبطة بالقرآن الكريم، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فلا بد أن يحفظ لغته. فترجموا مختصر خليل، المختصر المشهور، إلى اللغة الأمازيغية، ونظموه بالأمازيغية، وترجموا معاني صحيح البخاري إلى الأمازيغية. وألف أحد الهوزاليين الشيخ أكبيل كتابا سماه بحر الدموع، وكتابا سماه النصيحة، منظومة عجيبة رائقة بالأمازيغية. فالأمازيغ كانوا يحرصون على تطبيق شريعة الإسلام، فكانوا يحفظون أولادهم القرآن، وكانوا يعلمونهم الصلاة. الصلاة عند الأمازيغ يعني شيء لا يناقش، فيضرب الطفل إذا ترك الصلاة، وينبغي أن يسجل حضوره في المسجد، وإذا ختم القرآن يحتفلون به، وينفق والده الأموال الطائلة، ويكرم معلمه، ويستدعي الجيران، هذا كله فرح بالإسلام وبهذه النعمة وبهذا الفضل. كذلك الأمازيغ في رمضان يغلقون محلاتهم ويصومون ويتحملون المشاق
وهم يعملون في حقولهم وفي بساتينهم ويتجشمون المشاق للحج. وقد كتب الإمام الحضيقي رحمه الله الرحلة الحجازية، دون فيها خروجه إلى الحج من مسقط رأسه حتى وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى مكة، وسجل المشاهد في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي بلاد مصر. ونظم والد المختار السوسي، والده نظم رحلته إلى الحج في 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 مؤلف، في مجلد تفوق أبياته الألف. يعني الأمازيغ يعني كانوا يعظم، وكانوا يخرجون الزكاة ويدفعون زكاتهم لطلبة العلم المحصول من الزروع والثمار، يدفعونها للمدارس العتيقة، فكانت هذه هي مؤنة الطلبة. أما أخلاق الأمازيغ فلا تناقش، فالأمازيغ معروفون بصبرهم، معروفون بصدقهم في التجارة، معروفون بحيائهم. فهذه الأمور يعني حين جاء الإسلام زادت عزة الأمازيغ وزاد شموخهم وزاد علمهم، ولا يزالون في عز ولا يزال أعلامهم إلى يومنا هذا. فالأمازيغ في بلاد المغرب وصلوا إلى الحكومات والوزارات، وهم من أكبر أغنياء بلاد المغرب يعني في الحرف والتجارات والصناعات، ويعيشون مع غيرهم من المغاربة المسلمين، والكل يخدم هذا الدين ويخدم هذا الوطن. فالإسلام لا يتعارض مع أعراف الناس وتقاليدهم وهوياتهم، فنتمسك بهذه التقاليد ونتمسك بهذه العادات في رمضان وفي الأعياد وفي الأعراس وفي ما أطلقه الشارع وفي النصوص العامة، نتحاكم إلى الأعراف ونرجع إليها ما لم تصادم هذه الأعراف نصا شرعيا. أما ما يزعمه بعض الناس من أن الإسلام قد استعمر بلاد المغرب ومن أنه قتل ومن أنه فعل، فهؤلاء لا دين لهم ولا يؤمنون بالله ولا برسله، وأكثرهم من الملاحدة الذين يدمنون على المخدرات ويثيرون الشغب ويسعون إلى إثارة النعرات، وجمعياتهم لا تخدم علما ولا خلقا، وإنما يحرضون الشباب على الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بهم وأن يهديهم. فنحتاج إلى الأمازيغ الأحرار بحق، الذين يعني يتمسكون بالوسطية والاعتدال وينشرون السنة ويربون الأجيال على هذه القيم الإسلامية. هذا ما عندي فيما يتعلق بهذا السؤال أخي ياسين، وإن كانت لكم إضافة فيما يتعلق بغير الأمازيغ فأتحفنا بها، جزاك الله خيرا. كرمك الكريم، كما يقول ربنا عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. فأنتم أهلون، فأنتم أهلون لذاك وداز دي بصار. إنما فقط باب تزكية كلامكم، أذكر مرة لأن الناس لأنها التأصيلات العلمية أن ينتركوها للأساتذة وأهل الاختصاص، أما إحنا ما نعبد به. أذكر لكم فقط قصة عشتها في أحد جبال نواحي ديال سوس، ويعني ضايف أنا بعض أهل الخير تما من الأمازيغ ديال ديك المنطقة، وصاحب البيت كان رجلا مسنا يعني طاعن في السن، تقريبا واحد يكون شي 90 سنة ولا كذا، وولده يعني عنده محل تما ديال البقالة في ذاك القرية الصغيرة. والمهم في الليل جمعنا به كلام، أنا يعني الله يسمح لي أنا من غير اسكيف غروم تيفي صافي ويانسين كراد كوس سموس حتى العشرة، هذا الشيء هذا هو جدي في الأمازيغية، فوق من هذا الشيء كانوا اللي كان مقشع عشرة على صفر. فسميتي الله ينورك الله يفتح عليك أضحك الله وسنك. فالسيد قال سنت نهضروا، هو غير الابن دياله هو اللي كيترجم لي كلام. فجبنا الهضرة تنتكلموا، والاب ديالو قال يعني صاحب البيت هذاك الرجل المسن قال لي ياسين ولدي ادوي معاه راه ما تيخرجش الزكاه. اخر من اللي سمع ولده من اللي سمع تيخرج الزكاه شد فراسه قال لي لا سياسي راه تخرج الزكاه، والله الا تخرج الزكاه راه. قال لي لا، هذا القصه اللي نعاودك نقول لك انظر الى حرصي. هذه الغرس طيب ماشي على اخراج الزكاه، على التعجيل باخراج الزكاه. قال لي لا ولدي ياسين قال لي ما تيخرجش الزكاه. قلت لي كيفاش لازم تيخرج الزكاه؟ وين الخير هذا وتربيتك انت وكذا؟ قال لي الزكاه ولدي قال لي تتخرج في حنا العربيه تنسميوها القاعه، يعني البلاصه اللي كيتحصد فيها تحصد فيها القمح ويتدرس ويتجمع يدار في الخناشي. قال لي الخناشي اللي يجي وحتى المخزن عاد تخرج الزكاه. قال لي ماشي الزكاه هذيك.
ما شاء الله، هذا يدخل ماشي في الورع. والو بالتعجيل في اخراج الزكاه. ما تقولش لي الزكاه حتى نجيب الاكياس ديال القمح حتى المخزن وعاد باش ديك الساعه نخرج الزكاه. قال لك الزكاه اللي ما تخرجش من القاعه قال لي ما تخرجش الزكاه، فانظر الى حرصه. لا هذا وكما كيف ذكرت يا سيدي مصطفى، الأمازيغ الذين أدركنا يعني من كبار يعني الفلاحين والتجار، أدركناهم هنا في سوس، يعني عندهم حرص شديد جدا على إخراج الزكاة، وعندهم حرص أكبر على تقديمها لأهل القرآن ولطلبة العلم وإكرام المحتاجين إليها. فهذا أمر يعني معلوم على الأمازيغ، فتجد بعض المدارس القرآنية مثلا يتكفل بها شخص واحد طيلة العام، وقد يكون فيها أكثر من 100 طالب، يعني ما شاء تكفل الله. بنفقتهم وتغذيتهم وكل ما يتعلق بالمؤنة. هذا كله يعني دليل على حب الأمازيغ، وهذا كذلك عند غيرهم الحمد لله، حتى الإخوان الآخرين من العرب ومن كذا عندهم هذه الصفة، فقط نحن تكلمنا عنها لأن الموضوع عن الأمازيغ وعن علاقتهم بالإسلام. فنسأل الله تمام تبارك تمام وتعالى أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا امين امين امين. منها. لان كيف ذكرت سيدي مصطفى، لما المستعمر لما اجتهد في كسر بأس المغاربه لم يستطع، لا بالسلاح ولا بالقنابل ولا بتأي شيء حاجه، فحاول ان يكسر بأسهم بزرع التفرقه بينهم، كما يخفى على شريف علمك يد الظهير البربري اللي حاولوا يخرجوه. فاذا بالنجباء من المغاربه من المسلمين من ابناء من الاصول العربيه والامازيغيه والموريسكيين اللي جاوا كذا، كلهم يعني توحدوا في بوثقه ذاك الاسلام الذي وحدهم ورفضوا ذلك الظهير البرماني. فما نراه من بعض النعرات التي يحاول بعضهم اذكاء جلوتها في الايام هذه، انما هي عباره عن امتداد لذلك الظهير المشؤوم. ومن ينظر في توجه هذه المؤسسات اللي ذكرتها سيدي مصطفى اللي يعني تتكلم، وهذا هو الاشكال، المؤسسات تتكلم زورا وبهتانا باسم الامازيغ. شريف راه من عند الشيطان، ما ضرب عبارك، احنا نديروا معاك ما خسروا حتى حاجه، احنا نخرجوا معاك سيدي، خلاو الاخرين يخرجوا معاك نعم سيدي مباشره، ونديروا استبيان ونشوفوا نعم سيدي الاحصاء اش غادي يخرج لنا. ما احنا ما خاسرين حتى حاجه، بغيتي تتكلم اللغه ديالك انت ديال الديمقراطيه والحريه والراي والراي الاخر، احنا نديروا استبيان سيدي نحطوه في انترنت ورينا شحال غادي يصوتوا، شحال يدعوا معاك انت، وشحال باغي، شحال واحد باغي بالاسلام. شوف لي اخرى، نعم، ولكن عامة هذا الأمازيغ ولله الحمد على الفطرة وعلى الدين الحمد لله. وعلى الخلق، وبعض الشباب ممن تأثروا بهذه النعرات بمجرد ما يكتشفون حقيقتها يرجعون، تماما والمستقبل كما سيأتي معنا في المحور المقبل بحول الله، المستقبل لدين الإسلام بحول الله عز وجل. بإذن الله عز وجل، الله يفتح عليك. طيب مزيان من اللي ذكرتها أستاذي الفاضل حفظك الله ورعاك، فلعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى المحور الأخير الذي هو عادتنا في هذه المجالس، أن يكون المحور الأخير هو يعني وصية عامة للأستاذ المتدخل لضيف الحلقة، وصية عامة للمسلمين وللشباب على وجه الخصوص. تفضل سيدي مصطفى، لكم الكلمة أمس. في ختام هذا اللقاء المبارك مع سيد ياسين ومع محبيه عبر هذه الصفحة المباركة، الوصية هي أن نتفاءل أولا بأن الله عز وجل ناصر دينه، فالمستقبل لدين الإسلام، فلا بد من التفاؤل، فالمبشرات ولله الحمد ثابتة بنصوص قطعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. لابد أن نتفاءل، وهذه الهجمات دليل على قوة الإسلام، فكثرة الهجمات تدل على حياة الإسلام وقوته ومرونته وانتشاره وتوغله. فالناس يدخلون في هذا الدين في بلاد أوروبا بشكل غير مسبوق، المساجد في بعض البلدان الأوروبية يعني عددها فاق عدد الكنائس، ومظاهر التدين في أكبر العواصم الأوروبية بدأت تزاحم يعني مظاهر العلمانية والإباحية، فصار الحجاب وصارت المراكز الإسلامية
وصارت المساجد تبنى والمآذن ترفع، وصلاة العيد في أكبر العواصم العالمية يعني يفيد إليها يعني الآلاف من الشباب ومن الشابات، فنتفاءل خيرا، وينبغي أن نحمل هم المشاركة في هذا العمل. الشباب مطالبون بتوظيف تخصصاتهم في خدمة الدين، لا نريد من الشباب أن يتخصصوا جميعا في علوم الشريعة، نريد من الشباب أن يقتحموا كل المجالات. فنحتاج إلى جيش من الشباب الصالح في الإعلاميات، نحتاج إلى جيش من الشباب في الطب، في الهندسة، في الحرف، في الصناعات، حتى يكون عندنا جيل صالح يتكامل في جميع القطاعات. فلا يليق بالشباب أن يتزاحموا فقط على دراسة العلوم الشرعية وأن يتركوا هذه العلوم الدنيوية لغيرهم. نريد طبيبا ملتزما، نريد مهندسا ملتزما، نريد صانعا ملتزما، نريد طبيبة ملتزمة، حتى تظهر يعني أثر التدين في هذه المواقع. ففي الشبكة العنكبوتية الآن نحتاج إلى جيش من المواقع لنشر الدعوة أولا وكشف الشبهات ثانيا. إذا قمنا بمقارنة بين مواقع الإسلام والدعاة إلى الله ومواقع الرذيلة، نجد أن مواقع الرذيلة يعني عليها من الإقبال ما يستحي الإنسان منه. لو دخلت الآن إلى مواقع من ينشرون التفاهات ومن ينشرون الكلام الساقط ومن يسبون الدين، تجد الملايين من المتابعين، وتجد الدعم، وتجد الإشهارات، وتجد القنوات تركض خلف هؤلاء الذين ينشرون الفراغ وينشرون الضياع في شباب المسلمين، بينما تجد الداعية يبذل جهده ومع ذلك يحارب من إخوانه الدعاة ويضعون في طريقه العراقيل والأشواك وينتقي سلم منهم الأعداء ولم يسلم منهم إخوانهم. لا تجده يرد على الملحدين ولا يرد على المنحرفين، وإنما يرد على إخوانه في مسائل فقهية جزئية، ويريد أن يستعرض عضلاته ويؤخر الناس عن العمل الذي يقومون به. فبعد التفاؤل ينبغي أن نعمل وأن نقتحم المجالات. ثم الشباب ينبغي أن يصبروا، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر أيها الإخوان. هذه الطريق طريق محفوفة بالأشواك، الدعوة تحتاج إلى تضحية. بقي بن مخلد خرج من الأندلس إلى بغداد على قدميه. البخاري رحمه الله قطع المسافة بين بخارى ومكة والمدينة عشرات المرات. جابر بن عبد الله سافر في طلب حديث واحد. لا بد أن يصبر الإنسان. فأنت تطلب الجنة، أنت تخطب الحور العين، لا بد أن تضحي بوقتك، لا بد أن تضحي بعرضك، لا بد أن تضحي بمالك، لا بد أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوذي في عرضه، أوذي في جسده، أوذي في كل، اتهم بالجنون، اتهم بالسحر. لا تنتظر من الناس أن يرفعوك فوق أكتافهم أو أن يقدموا لك الورود. إذن بعد التفاؤل والعمل لابد من الصبر. فهذه الأمور الثلاثة التي أوصي بها الشباب كما أوصيهم بتقوى الله عز وجل، هذه وصيتي لنفسي أولا. حقيقة لا بد أن يتفرغ الإنسان لنفسه ساعة فساعة لتزكيتها. فعلماؤنا كانوا يحرصون على قضية التربية. نحتاج إلى التربية، نحتاج إلى التزكية، نحتاج إلى المجاهدة، نحتاج إلى الخلوة بالله، نحتاج إلى المناجات، نحتاج إلى أوراد يومية، نحتاج إلى وقود إيماني. الخروج إلى الساحة بغير زاد يعني لا يعطي نتائج. لا بد أن نتسلح بهذا الزاد، ولا بد أن تكون لنا قربات وأن تكون لنا أعمال، وأن نلهج بالدعاء وأن نحرص على الإخلاص في كل أقوالنا وأعمالنا، وأن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، ونحن ولله الحمد نتفاءل. فهذه الصحوة الشبابية وهذه الجماعة وهذه الزمرة من الدعاة التي بدأت تقتحم مواقع التواصل الاجتماعي، نرجو أن نراها إن شاء الله في بث مباشر، أن نراها في بث مباشر جماعي، حتى تكون فيه رسالة للآخرين، وحتى يعني نبين أننا جسد واحد، وأن هدفنا جميعا هو توجيه الناس للوسطية والاعتدال، أن نحافظ على أمن بلدنا واستقراره، وأن نحافظ على هويتنا وخصوصياتنا المغربية فيما يتوافق مع دين الإسلام. أقول ما تسمعون، وجزا الله خيرا أستاذي الفاضل ياسين ومن يحضر معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. كرمك الكريم سيدي مصطفى، حفظك الله ورعاك ونفعك ونفع بك، كفيت ووفيت وأجدت وأفدت. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير في ميزان حسناتك ابتداء ثم في ميزان حسناتنا أجمعين. وكما جرت العادة يعني
أن نختم المجلس ويكون آخر الكلام فيه هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر موصول لكم أستاذي الفاضل سيدي مصطفى الهلالي على تلبية الدعوة وعلى هذا الخير الذي قدمتموه. الشكر موصول للقارئ الشاب القريب الحبيب سيدي الزبير الغوزي، حفظه الله ونفعه ونفع به وجعل هذا الخير في ميزانه وميزان حسنات والديه. والشكر أيضا موصول لسائر الإخوة القائمين على الصفحات، الأخ يوسف أبو صفوان والأخ ربيع الدريوش. أذكر في إحدى المرات لما كنا في بث مباشر، هذا على سبيل الطرفة قبل أن نختم، في الكواليس كنت مع فضيلة الشيخ محمد بن الحسن ددو حفظه الله، فقلت له فضيلة الشيخ إحنا نظهر يعني القارئ وأنا وأنت، لكن الذي يعني يبقى في الكواليس ويعد ويجاهد كذا كذا هو الأخ ربيع، هو الآن قد رأيته، وما الناس ما تيشوفوش كما يصطلع ذلك بجنود الخفاء. ويقول لي ويقول لي ويقول لي ويقول لي الشيخ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. لا إله إلا الله. ثم بعدها قال لأن هذا قال يعني، لكن قال نحمله على الملائكة إن شاء الله تعالى لأنه في الخير، لأن الآية جاءت تتحدث عن الشياطين، فقال لك نربأ به وعلى الشيطان. ما شاء الله، وفق الله لكل خير، وفق الله أخانا ربيع رسائل الإخوان. آمين. الله آمين آمين آمين. حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بلقاء آخر قريب، يكون هذه المرة إن شاء الله تعالى في الواقع لا على المواقع، وانتظار ذلكم الحين. شكر الله لكل الإخوة والأخوات المتابعين الذين صبروا معنا وثبتوا، ولكنهم يحتسبون في ذلك أجر الرباط عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام،
والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.